بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صدق الله العظيم. من صعيد مصر بزغ نجمه، وفي دروبها اشتد عوده واستنار فكره، وفي ناصع صفحات جيش مصر العريق سجل بأحرف من نور اسمه الفريق. الدكتور عبد المنعم محمد خليل، أحد رواد العسكرية المصرية في العصر الحديث. أنا عبد المنعم محمد إبراهيم خليل، جندي من جنود القوات المسلحة، ولي شرف أن أنا أكون ضمن أسرة القوات المسلحة المصرية. ولدت في أول إبريل 21 في قلوصنا بالمنيا. التحق اللواء عبد المنعم محمد خليل بمدرسة محمد علي الابتدائية عام 1927، ثم انتقل إلى مدرسة الخديوية ونال شهادة الثقافة، ثم التوجيهية عام 1939، ومنها التحق بالكلية الحربية وتخرج في 28 من مايو عام 1942. وفي مسيرته العسكرية الطويلة والشاقة شارك الفريق عبد المنعم خليل ضمن القوات المصرية التي دخلت حرب فلسطين، ومن أبرز المحطات التي يحفل بها سجله العسكري نقف عند سفره في بعثة إلى إنجلترا للحصول على دورة قادة سرايا عام 1951، ثم حصوله على دورة كلية القادة والأركان، وإفاده في بعثة إلى موسكو عام 1961 للحصول على دورة قادة ألوية، ثم توليه منصب قائد الكتيبة الثامنة مشاة ورئيس أركان اللواء الرابع المشاة. بعدها سافر إلى اليمن كرئيس لعمليات القوات العربية، ونال ترقية استثنائية إلى رتبة العميد لمشاركته في إحدى العمليات الهامة والخطيرة باليمن. عاد بعدها إلى مصر عام 66 ليشارك في حرب يونيو عام 67 قائداً لقوات المظلات. وبعد حرب يونيو 67 تولى منصب رئيس أركان الفرقة الثانية، ثم كلفه اللواء أحمد إسماعيل بالإشراف على قطاع بورسعيد في الوقت الذي حدثت فيه واحدة من أبرز المعارك، وهي معركة رأس العش التي استفتحت بها مصر والقوات المسلحة مرحلة الصمود. لقيت المكالمة من اللواء أحمد إسماعيل بيكلم قائد الفرقة، وقائد الفرقة بيكتب بإيده عبد المنعم 7 RPG رأس العش. حقيقة اتحركت إلى رأس العش بالليل، ووصلت حوالي الساعة 2 بالليل، قابلت رائد الشرقاوي اللي كان ماسك هذه المنطقة وعرفت منه الموقف. فريق عبد المنعم الحقيقة أظن كان أياميها في رتبة عميد، وصل لينا وفي منطقة رأس العش، وكان ساعتها دعمنا، كان معنا بعض الأربيجيات القديمة وجاب لنا نوع من الأربيجيات الجديدة، وبدأت عملية القتال عندما حاول العدو أن يتقدم في اتجاه بور فؤاد. استمر القتال حوالي 8 ساعات من آخر ضوء ليلة 30/1 يوليو. اللي قامت به قوات الصاعقة والقوات المشتركة في هذه العملية بتاعت رأس العش، منعت القوات الإسرائيلية من دخول بور فؤاد، وبالتالي إذا كان دخلت بور فؤاد كانت هتسيطر على بورسعيد، وكانت كل سيناء هتكون يعني تحت احتلالها. لكن الحمد لله ما قدروش، ودنهم صامدين بقى معلش في موقع الكيلو 10.5 إلى أن استطاعت قواتنا في 6 أكتوبر إنها تزحهم من هذه المنطقة. وفي 9 نوفمبر عام 67 تم تعيينه قائدا للفرقة الثالثة المشاة، ثم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني في 17 مارس عام 69، ثم تولى قيادة الجيش الثاني في 12 سبتمبر عام 69، وهو منصب يعتز به أيما اعتزاز، حيث قاد الجيش الثاني الميداني في المراحل الهامة والخطيرة من حرب الاستنزاف. كان لي شرف أن أنا أتولى قيادة الجيش الثاني
أثناء حرب الاستنزاف. تعلمت فيها إزاي أعرف العدو اللي قدامي شكله إيه، وأعرف كل حاجة عنه، أدرس أحواله بدل ما أراها أنا بشوفها، ودي ادتني فرصة كبيرة إن أنا أقدر أخطط الأسلوب السليم للتعامل مع هذا العدو. في العاشر من مارس عام 71 حضر اللواء عبد المنعم خليل اجتماع الرئيس السادات بقادة القوات المسلحة، والذي صارحهم فيه بنيته شن الحرب على إسرائيل، وواصل جهوده لإعداد الجيش لتلك الحرب واستكمال احتياجاته الإدارية والفنية، ثم انتقل لتولي منصب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة في 5 يناير عام 72، وليصبح مسؤولاً عن تدريب القوات المسلحة على أعمال القتال الملائمة لمتطلبات الحرب. عين اللواء أحمد إسماعيل وزيراً للحربية في 25 يناير عام 72، واختار اللواء عبد المنعم خليل ليشغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية، وهي المنطقة التي تضم احتياطيات القيادة العامة للقوات المسلحة ومراكز القيادة الاستراتيجية، وكانت تلك هي الوظيفة التي يتولاها اللواء عبد المنعم خليل عندما اندلعت حرب أكتوبر عام 1973. يوم 16 من أكتوبر عام 1973، ومع بدء أحداث الثغرة الإسرائيلية غرب القناة، استدعت القيادة العامة اللواء عبد المنعم خليل ليتولى قيادة الجيش الثاني خلفاً للواء سعد مأمون، الذي أصابه مرض استدعى دخوله المستشفى للعلاج. ورغم صعوبة الموقف وخطورته ووضوح نية العدو الالتفاف حول الجيش الثاني وعزل قواته شرق القناة، إلا أن ملحمة الصمود التي سجلها أبطال الجيش تحت قيادة اللواء عبد المنعم خليل أجبرت العدو على الانسحاب جنوبا، مخلفا وراءه خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات والأرواح. وكان في أدق الفترات وأصعبها تولى السيد الفريق عبد المنعم خليل قيادة الجيش الثاني الميداني، وكان بحق معلم لنا، تعلمنا منه الكثير، ونحمل لسيادته كل حب وكل تقدير في قلوبنا. وبعد انتهاء الحرب شغل اللواء عبد المنعم خليل العديد من مناصب القيادة العامة، وانتهت خدمته بالقوات المسلحة بالإحالة للتقاعد في 1 يوليو عام 1975. وتعد حاوية الأوسمة والأنواط وشهادات التقدير التي يمتلكها خير تتويج لمسيرته العسكرية العامرة بالبذل والعطاء. وتسعد القوات المسلحة بدعوته دائما لحضور احتفالاتها في المناسبات العسكرية والوطنية كرمز شامخ من رموزها وأحد صناع نهضتها وأمجادها. خلوا دائما مصر أولا هي هدفكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ مصر وقوتها المسلحة ورجالها وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفريق عبد المنعم خليل يتميز بين أقرانه من القادة بثراء البعد الإنساني الذي يفيض من أعماقه ليغمر كل من حوله من قادة وضباط وضباط صف وجنود، وهو أمر لا ينفصل عن شخصيته. وقد تركت تلك الظروف أثرها على مكنون مشاعره وسمات شخصيته، فهو أب حنون وإنسان عطوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد عبد المنعم محمد إبراهيم، أستاذ الجراحة بطب عين شمس، وأشرف أن والدي هو اللواء عبد المنعم خليل، وكان والدي رغم انشغاله في العمل ودائم التنقل، وكان لا يمكث معنا كثيرا، ولكن في أيام الأجازات كان يغمرنا بحبه وعطفه ويرعانا، وكان يبث فينا مبادئه
وحب الله وحب الوطن، وبث فينا الحزم مع الرحمة والحب، وكان قدوة لنا في كل أعماله، وهذا ما يشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أحمد عبد المنعم، أستاذ قلب كلية طب بنها، والدي الفريق عبد المنعم خليل. والدي إنسان مشرف لنفسه والبلده والعسكرية المصرية كلها، وبالطبع لأسرته ولينا كلنا. ربنا يحفظه ويجزيه عنا كل خير. الشات الدول ده مخلص مخلص في عمله، وأنا بقول مش أنا بقول، كل الناس ولازم كل من خدم معاه وعرفوا إن هذا الرجل من أشرف الرجال. أنا بقولها من أشرف الرجال، راجل فذ، راجل يعني بيحب العسكري. وعلى الضرب الذي وضع على بناته قادة القوات المسلحة العظام في تكريم كل من أخلص الجهد والبذل والعطاء، فقد صدق السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على منح السيد اللواء أركان حرب عبد المنعم محمد خليل درجة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وقد منح سيادته رتبة الفريق الفخري تقديراً لدوره الرائع في خدمة وطنه وقواته المسلحة. أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أنه هيأ لي هذه الفرصة أن أنا أقدم شكري الجزيل للقوات المسلحة على كل ما قدمته لنا نحن ضباط وجنود القوات المسلحة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجر. صدق الله. وهكذا يصنع الرجال العظام مسيرة أوطانهم، ويضربون المثل والقدوة في بذل الجهد والإخلاص في العمل لمن يأتي من بعدهم. وهذا القائد الذي يحظى في قلوب معاصريه من رفاقه ومرؤوسيه بمنزلة رفيعة ومكانة عالية، قد جمع بين العلم العسكري والحنكة القيادية، ولا يزال الفريق عبد المنعم خليل يمثل مدرسة ثرية وراقية لا ينضب معينها ولا يمحى أثرها. فصادق الأعمال يرسخ كالجبال، وبخالص العطاء يعرف الرجال.